صباحك سعيد لك ولكل مشاهدي الشروق الإخبارية. شكرا جزيلا لك إذا مهدي. هل من مستجدات هناك بمستشفى الجامعي بولاية سعدنا عبد النور بولاية سطيف، خاصة وأنه كانت هناك ليلة رعب على حسب أقوال المواطنين هناك، هل هناك ردة فعل من المسؤولين المحليين؟ فعلا رمزي، حقيقة ليلة رعب عاشها مستشفى عبد النور سعدنا هنا بولاية سطيف بسبب نفاد كمية الأكسجين بالمستشفى. حالة استنفار قصوى عاشها مواطني ولاية سطيف، خاصة ذوي المرضى المتواجدون بالمستشفى. الحديث الآن عن وجود وفيات لكن الأرقام مجهولة بسبب عدم تفاعل سواء المسؤولين داخل المستشفى سعدنا أو السلطات المحلية مع رجال الإعلام أو الصحافة ورفضهم لإدلاء أي تصريح. لا يوجد أي معلومات رسمية حول عدد المصابين المتواجدين داخل الإنعاش أو الذين توفوا بسبب الوباء وبسبب نفاد كمية الأكسجين. فعلا كانت حوالي الساعة 11 الواحدة ليلا أو الثانية صباحا كانت وصلت شاحنة الأكسجين. هناك هدوء نوعا ما داخل المستشفى، لكن لحد الآن ما زال هناك ترقب من قبل المرضى لتدخل أكثر ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هناك حديث طبعا عن إفاد لجنة خاصة لمستشفى عبد النور سعدنا يترأسها وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لأجل الوقوف على الوضعية الوبائية داخل هذه المؤسسة الاستشفائية. نحن ننتظر أي ردة فعل، أي تدخل سواء من مدير المستشفى أو الأمين العام لتقديم أرقام، لتقديم إحصائيات للإجابة على السؤال الذي يطرح بشدة: ماذا يحدث في سطيف؟ نعم مهدي، هل حاولتم الاتصال بهم أو تقرب إليهم؟ نعم، دخلنا يعني حاولنا الدخول إلى المستشفى، لكن طبعا كالعادة بيروقراطية أنكم لا تملكوا الرخصة، يعني يجب أن تكون هناك رخصة من وزارة الصحة للتصوير داخل المستشفى. متواجدون هنا ننتظر اللجنة الخاصة التي تصل من العاصمة إلى مدينة الهضاب العليا للوقوف كما قلت رمزي على الوضعية الوبائية داخل هذه المؤسسة الاستشفائية. لكن لا نريد أن نهول أكثر باعتبار أنه مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار كثيرة تتحدث عن أرقام متباينة عن عدد الوفيات. مصدر رسمي مهدي، بسبب لا يوجد مصدر رسمي لحد الآن. مواطنون قلقون كانوا معنا تحدثوا عن أنهم عاشوا كما قلت ليلة رعب. الآن هم يطالبون بقية المواطنين، يدعون المواطنين إلى توخي الحذر أكثر والتعامل بصرامة مع هذا الوباء، يدعون المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة وكذلك إلى العودة إلى الغلق عند بداية الوباء سنة العام الماضي في مارس العام الماضي. نعم، ربما هي نقطة مفصلية في هذه الأزمة هناك بولاية سطيف مهدي. نعم رمزي، لم أسمع. نعم قلت أنه ربما هي نقطة مفصلية في هذه القضية، أنه عدم وجود أو نفاذ الكمية الموجودة من الأكسجين وتأخر وصول كميات أخرى. الوضعية الوبائية مقلقة نوعا ما حسب المختصين في الأمر مهدي. نعم هو كذلك رمزي، لأنه حتى الذي تحدثنا معه في الكواليس إن صح التعبير قال بأن الكمية التي وصلت إلى المستشفى قد تنفذ حوالي منتصف النهار أو الواحدة ظهرا، وبالتالي يجب توفير كمية أكسجين أكثر لتدارك الوضع. يعني هذه الكمية التي وصلت أمس لا تكفي، وبالتالي يعني مواطنون ناشدوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ناشدوا وزير الصحة للتدخل شخصيا وحل هذه المشكلة وطمأنتهم، لأنه لا أحد يتواصل معهم على حد تعبيرهم، ليس فقط لا يوجد تواصل مع الصحافة فقط وإنما حتى مع عائلة المرضى والمتواجدون في الإنعاش. نتمنى أن تكون الأمور أكثر تحسن هناك وفي عديد ولايات وفي باقي ولايات الوطن، وأن تأخذ ربما التوعية والتحسيس